بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. عندي أمراض اللي بتكلم النهاردة عن الوقاية من الأمراض الفطرية. الأمراض الفطرية بتؤرق دماغنا بصراحة بالنسبة لزراعة الطماطم. الأمراض الفطرية من أشد الأمراض خطورة، سواء كانت على المجموع الجذري أو كانت على النمو الخضري أو كانت على الثمار بعفن الثمار. النمو الخضري طبعا عندنا حاجات كتير جدا، عندنا الندوات المبكرة والمتأخرة والبياض الدقيقي من أخطر الحاجات اللي بتصيب محصول الطماطم. تمام، طيب عايز أقول يا جماعة إن أنا الأمراض الفطرية هنبدأ من أول المجموع الجذري. المجموع الجذري بالنسبة للأمراض الفطرية عندي المجموع الجذري. أول حاجة قلنا في المشتل بنعمل وقاية، أنت لو ما بتزرعش مشتل، الراجل بتاع المشتل المفروض يعمل لك الوقاية اللازمة. الوقاية في المشتل إن أنا أبدأ أحط مبيدات فطرية وبعقم الصواني بتاعتي، بعد كده بعقم التربة، بعد كده البذور أصلا جاية لي معقمة عليها مواد فطرية، بعد كده البذور، بعد البذور ما طلعت في الصواني بنبدأ نعقمها، بعد كده قبل ما بنزل طلعت الشتلات بتاعتك من المشتل، سواء مشتلك او مشتل غريب، بتبدأ حضرتك تعمل لي ايه؟ بتبدأ تسئل الصواني مبيد قوي، وياريت المبيدات اللي انت استخدمتها في المشتل تغير. يعني انا استخدمت النهاردة يونيفورم، بعد كده جبت شجرين، شغلت الشجرين، اجيب مكسيم، اجيب روزيليكس، اجيب منقط، اجيب المشكل المبيدات اللستة اللي موجودة كلها، غير هتلاقي نفسك كويس وما فيش اي مشكلة خالص. تمام، طيب نحقن الارض بتاعتنا امتى؟ يونيفورم او احد المبيدات الفطرية او ما نحقنهاش. لو ارض جديدة اول مرة تزرع وما ظهرش فيها ما تحقنش، هو كفاية انك تحقن الصواني بتاعتك وبتيجي قبل ما بتزق وهي على باب البيت لسه او على باب الارض بتاعتك بتبدأ تحقنها، بتبدأ تحقنها حسب الدوز او الجرعة اللي مكتوبة او الريتس او المعدل اللي مكتوب على العبو. تمام، وبتحقن به. دي اول حاجة. اما لو الارض ظاهر فيها حالات يبقى لازم تحقن حقنتين، تطلع الشتلات بتاعتك من المشتل محترمة وكويسة جدا. تمام، او وكمان بعد الزراعة بثلاث او اربع ايام بتبدأ تحقن مادة كويسة زي اليونيفورم ولا غنى عنه، تحقن يونيفورم هيخلصك من كل القصة. اللي بقوله ساعة الحقن وقلته مليون مرة، إن حضرتك قبل الحقن بتاع الأرض كلها بتعطش الأرض يوم وبتحقن في مية قليلة، أو بتجيب كاس صغير وتبدأ تحط تحته جدر كل نبات كده شوية، كاس 200 سنتيم اللي هو الكوباية بتاعتنا ديت، وبنحط من المحلول اليونيفورم. اليونيفورم بحطه بمعدل قد ايه في الوقت ده؟ بنحطه نص جرام في لتر المية. يعني لو عندي برميل 200 لتر مية بحط عليه 100 سنتي يونيفورم. تمام، وبقلب كويس واجيب بكاسة كده وافضي تحت الايه نبات انصره كده وتلاقي الدنيا كويس. يا اما بحقن بالبشبوري بتاع الرش، بشيل الفونيا اللي قدام الموزع وببدأ عيل ناصح كده بيبدأ شوية 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 هو ماشي كده، أو في شبكة الري بالتنقيط. وأنا بصراحة بحط في شبكة الري بالتنقيط، بس شبكة الري بالتنقيط عايزة مطور قوي في لحظة، يكون ساحب في 3 دقايق يكون ساحب المية بتاعتك، وديت هتكون كويسة جدا يعني. تمام، ده اللي عايز أقوله في عملية الحقن، أخدنا فيها وقت كتير مش مشكلة. ندخل بعد كده لإيه؟ هندخل بعد كده يا جماعة لعملية عملية الأمراض الفطرية الأخرى. بالنسبة للأمراض الفطرية الأخرى، بالنسبة لأمراض المجموع الخضري دي، حضرتك هتعمل إيه؟ حضرتك عندك من أشد المبيدات، من أشد الحاجات خطورة، من أشد الأمراض خطورة هي الندوات، سواء المبكرة والمتأخرة والبياض الدقيق. دول أنا بعتبرهم من أسوأ الحاجات اللي هي قد تصيب محصول الطماطم، وخصوصا في الجو البارد الدافي. تمام، عندي طبعا الخط بتاع المينيا ده في مصر طبعا بيصاب كله بشهر 11، ده شهر شهر نوفمبر 11 وشهر 12، بتلاقي الإصابات رهيبة هناك، رهيبة
جو بالليل بارد وبيطلع الجو دافي بالنهار فبتحصل مشكلة في الأمراض ده. نسيت أكلمك بس على أمراض الجذور برضو اللي هي الزبول سواء الفورتسوليوم أو الفيوزاريوم أو الزبول الفجائي برضو اليونيفورم لو أنت عملت مش هيجي لك الحاجات دي تطم. خليني بقى في الأمراض اللي هي بتاعت الأمراض الفطرية اللي تصيب المجموع الخضري، وقلنا منها طبعا أخطر ثلاثة فيهم البياض الدقيقي، وده يا جماعة بنبدأ نجيب له إيه لو ظهر المرض. ولكن لو ما ظهرش ينفع لنا الكبريت السيوفيت أو الكبريت اللي هو الإسباني ده، كبريت نوعية كويسة خالص مش الميكروني، التاني السيوفيت ده ممتاز جدا نرش منه تمام. والإكسكلور النحاس، الإكسكلور النحاس كويس جدا كوقائي طول ما المرض ما ظهرش. ولكن إذا ابتدأت تشوف حاجة زي كده على الأمراض ابتدت تظهر، فما ينفعش إلا المبيدات الشديدة، الردوميل المنكوزيب والردوميل الجولد بلس والحاجات الانفينيتو والحاجات التقيلة دي اللي هي هتجيب لي خبر أي حاجة من الحاجات دي. طب لو ظهر البياض الدقيقي، البياض الدقيقي من علامات أنه بظهر لك من تحت لفوق، إن هو يظهر لك من تحت لفوق البياض الدقيقي تمام. والصورة دهية تحاول أجيبها لك من عن النت كده، الصورة دي هي دي صورة البياض الدقيقي على نبات الطماطم تمام. البياض الدقيقي إذا جه فما ينفعش غير المبيدات الشديدة، وعلى رأسها البيفيدان من المبيدات اللي بتقضي وبتخلص، فيه النمرود وفيه الضراد وفيه ال التلت وفي حاجات كتيرة جدا 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 موجودة، ولكن دي يعني من أشد الحاجات هو البيفيدان. تجيب وترش، وفي الرش الفطري يا جماعة بنغسل النبات، نحط المعدل المظبوط ونغسل النبات، مش هنلاقي عندنا أي حاجة خالص من الحاجات دهية. ده اللي عايز أقوله في الأمراض الفطرية اللي بتصيب المجموع الخضر. في حاجات بتيجي لي على السمار كعفن السمار أو البتريتوس بيجي برضو على الساق، ولكن ده بيتم بعد عملية التأليم، بيتم بعد عملية التأليم في البيوت دهيا، أو قد ينشط برضو في الأراضي المفتوحة في فصل الشتاء، وخصوصا شهر 12 وشهر 1 نتيجة للمية بتتكثف كتير على النبات تمام. والضباب في الأجواء اللي هي الرطبة وخصوصا في وجه بحري في مصر، الشبورة والضباب والحاجات دي بتلاقي كتير، فبالتالي في الحال ده هو بنبدأ بقى نحافظ على نفسنا من الأمراض بتاعة عفن السمار أو العفن اللي بيجي البتريتوس اللي بيجي على الأوراق، وديا من أشد المبيدات عليها بالنسبة للوقائي ليها التوبسين. ولكن إذا جت الأمراض ما ينفعش إلا مادة التلودور أو الموفينوكسام أو ما شابه ذلك، يعني تجيب مادة تشبه المادة دهية في أي بلد تحت أي اسم تجاري ما نتقيتش بس باسم معين. التلودور هتلاقي المادة الفعالة اللي فيه هتقضي لك وهتخلص لك على أي أعفان سواء على السمار أو على الساق بتاعة الطماطم. ده اللي احنا عايزين نقوله في الأمراض الفطرية. طبعا كل مرض هنتكلم عنه باستفاضة، وأظن أنا كنت نزلت عن لا أنا نزلت عن البتريتوس أو الأعفان بتاعة السمار. اللي عايز أقوله بس في الأعفان بتاعة البتريتوس ده هو بالذات لما يجي لك هيجي لك على طول بعد عملية التأليم، لأنه بينشأ من هنا، فعشان كده بعد ما يقص العمال وخصوصا في الشتاء، في الصيف ما هيجيش، ولكن في الشتاء أول ما يقص العمال لازم تدخل وراهم بالتلدور على طول أو التوبسين كوقائي، هتلاقي ما فيش حاجة جات لك من ده. هو المية برضو اللي بتتكثف فوق في الشتاء بيظهر لك على الماء الحر، بيظهر على الورق نهوت، فبيعمل لك مشكلة في المرض وبيجيبه. وفي الحالة دهيت لازم تتدخل كيميائيا وتنقذ نفسك من الكارثة دهيت. في الشتاء برضو المرض دهوت من 21 ل 28 درجة مئوي بيسود فيهم ويبقى زي الفل. طيب عشان أقي نفسي منه إيه؟ أفصل المراوح وأفصل كل حاجة الظهرية كده، وخلي درجة البيت المحمي تترفع عندي 30 35
بلاقي ان الفطر ابتدى ما يتأقلمش مع الحرارة العالية، وبالتالي مش هتلاقيه. بتمنى ان احنا نكون استفدنا الى حد ما من الوقاية من الامراض الفطرية، وبرضو من الوقاية الامراض الفطرية معلش التربة بتاعتي لازم ياريت نشمسها شوية، اذا كان بيت محمي او حتى بره ياريت نشمسه شوية. مش لازم التشميس يا جماعة، مش لازم يعني اقول لا شهر 6 و7 ده انا ازرع فيه وما شمس امتى، شهر 5 ممكن تشمس برضو، ولكن تحرت كذا مرة لو ما فيش. هو طبعا الافضل عشان ما حدش يقول لا، اللي هو الافضل 6 و7، يعني الافضل شهر 6 و7 الحرارة بترتفع قوي، الافضل انك تقلب وتحرت الارض بتاعتك اكتر من مرة، فبالتالي مسببات الامراض بتاعت التربة هتبدأ ما تلاقيهاش وهتبدأ تتلاشى. برضو مصدر المادة العضوية بتاعتك عندك يكون كويس، برضو مش هيحمل معاه اي امراض فطرية او اي حاجة اللي قلنا عليه في الاول، سواء تعقيم او حقن مبيدات فطرية المتخصصة على فطريات التربة، ده بنحقنه سواء للتربة او للشتلات بتاعتي قبل ما بزرعها. ناخد بالنا من الكلام ده كويس، هتلاقي الامور تمشي معاك، ودايما بنقولها الوقاية خير من العلاج. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.